شوف حضراتكم ادي البدايه بره، هذا شوف من بعيد، هو القرار من بعيد، بند عملت البند في مكان صعب جدا يا معزوز، عملت البند فين؟ على حدود الستة من مسافة قريبة، ما قدرش معاها مع سرعة الكرة الجابولاني في الأساس اللي لازم اللعيب يكون متحضر ليها كويس جدا والحارس خصوصا، وتروح الكرة على شماله وداخل الشمال.